اهلا بيكم وبرحب بيكم مره تانيه في بدايه تقديمي للقاءات طعم البيوت. هديكم فكره عن مواضيع اللقاءات اللي هناقشها مع ضيوفي. اول لقاء بتكلم عن العنف والعنف باشكاله المختلفه مدى انتشاره في مجتمعنا، يعني مثلا هل نسميه ان هو ظاهره؟ طيب مسؤوليه المراه عن العنف ايه؟ هل ليها مسؤوليه بطريقه او باخرى؟ الابحاث بتقول ايه؟ احنا بنتكلم عن ابحاث مثبته وابحاث علميه. هنتكلم عن تأثيره بقى، تأثيره على العلاقة، تأثيره على الأولاد ومستقبلهم، لو في أولاد تأثيره السلبي الممتد. في اللقاء التاني بتكلم عن التغذية، التغذية في حفظ الطعام لشهور طويلة أو لسنة أو أكتر في الفريزر، إيه اللي ممكن أحفظه اللي لأ ممكن يكون مضر لو حفظته، حتى حفظ الأغذية والمأكولات في التلاجة ليه نظام وقواعد. التغذية في الصيف هل هي ليها قواعد معينة نعرفها، نصائح معينة نسمعها ونتعرف عليها؟ كل ده برضو من خلال لقائي التاني. أما الآن أنا عندي تقرير هنشوفه مع بعض عن مشغولات يدوية وفنية. ببدأ لقائي معاكم وبتكلم عن العنف وأشكاله المختلفة مع الدكتورة هبة علي، باحث في علم الاجتماع. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بيكي. وخلينا نبدأ نقول العنف ده مش يعني شرط عنف بدني أو إيذاء بدني، العنف ده ليه أشكال كتيرة جدا، صور كتيرة جدا وصور طبعا. كتيرة بس كيد. النتيجة واحدة، النتيجة بيحصل أذية للنفسية، كسر وانكسار، مش بس في الشخصية في العلاقة وجسدي ونفسي، وتأثيرات على الأولاد وتأثيرات على المجتمع وتأثيرات على كل أفراد الأسرة. ما احنا لو نفهم بقى أنه بالتأثير بيمتد خارج الأسرة، أولا بيأثر على أولاد، أنا بتكلم أولاد ومستقبلهم أكيد طبعا. ده بدون أي مبالغة بيأثر على مستقبلهم وعمرهم كله، وبنتكلم بقى ان هو بيأثر كمان بالتالي على المجتمع. اي موضوع على شغلك لو انت طلعتي بره على، بس الاول خلينا نقول الناس مش يعني ايه عنف اصلا، يعني ايه مفهوم العنف كده، ان انا بستخدم القوى الجسديه لايذاء طرف اخر، طرفين، ما العنف انا عشان اجي امارس سلوك فانا عندي طرفين، زوج وزوجه، اب وام، يعني اب وابناء، لا ام واولاد. العنف بصي حضرتك في عنف احيانا مش قوه جسديه خالص. طب ما انا لسه بقى هقول، احنا بنقول صوره عامه ده في عنف بيأذي جدا من غير ما يتمد الايد خالص. بالظبط، احنا بنقول مفهوم العنف ايه؟ ان طرف بيستخدم قوته عشان ايذاء طرف اخر. أي. طب العنف ده متشعب منه حاجات كتير كتير جدا، متشعب منه عنف اسري، متشعب منه عنف او ايذاء بقى خلينا نقول جسدي مثلا، خلينا نقول عنف بلطجه في الشارع، عنف سينما واعلامي، عنف افراد مع افراد او اشخاص مع اشخاص في الشارع العام او في الحياه العامه. لما بنيجي نتكلم النهارده الصمت احيانا كاداه بين الزوجين، بين الابناء وامهم، عدم الصمت اللي هم بيقولوه، عدم النقاش، عدم الحوار عن عمد، يعني في اشكال بقى كتير جدا. طب لما نيجي نقول العنف الاسري عندي فيه ايه؟ هل العنف الاسري ان الرجل بيمارس ضرب او بيمارس مد ايد او بيستخدم القوه العضليه على المراه؟ لا، ده حاجات كتير جدا. ده احنا اول حاجه واقل حاجه في التاثير على النفسيه هو العنف الجسدي. متخيله معايا ان اقل عنف بيأثر على نفسيه المراه هو العنف الجسدي، اكتر عنف بيأثر على نفسيه المراه هو العنف اللفظي او العنف الاجتماعي. طب الناس مش فاهمه يعني ايه انواع العنف ده. انا عندي عنف جسدي كل الناس عارفاه، بيمد ايده عليها. طيب عندي عنف تاني اسمه عنف نفسي. انا ببدا اذيكي بالكلام اللي هو اللفظي، اكسر ثقتك بنفسك، بصي شكلك عامل ازاي، اهز بصي دي عامله ازاي، ببدا اهز الثقه للطرف الاخر اللي قدامي وببدا اهز ثقته بنفسه عشان يخضع ليا بقى. بالظبط كده. او انا شخصيه غير سويه، انا مش سويه، خلينا نقول ان في شخصيات غير سويه انا أصلاً شخص يعني. ليه بقى؟ لان احنا هنقول بقى دوره حياه الاسره، هو تعرض لده فبيتعرض ليه، فابنه او ولاده هيتعرضوا ليه، فاحنا ماشيين في نفس الدايره. طيب عندنا عنف اجتماعي، طبعا عندنا عنف اجتماعي. ايه العنف الاجتماعي؟ انا بجردك من كل الحياه الاجتماعيه بتاعتك، صاحبتك دي مش كويسه، اختك دي لا دي بتقلدك، دي بتستكتر عليكي، ده شغلك لا سيب الشغل بتاعك. عنف اجتماعي
نزلت انا بجردها من كل الناس عشان برضو بهدف تخضعي لي اخضع لك وما يكونش ليكي شخصيه ولا عندك أو شخصيه أو ولا قادره ان انت تقولي رايي ولا قادره ان انت تلجئي له تلجئي لاي حاجه ولا ان انت تتكلمي. هو بيوصلك لمرحله انا مديت ايدي عنف جسدي خليت لك تشوه نفسي بعد كده عملت لك عزله اجتماعيه ان هو انا عملت لك عنف اجتماعي عزلتك. لما بوصل لمرحله ثانيه لو عندك طموح او شغل هو ده العنف الاجتماعي بالظبط كده. لا انا منعتك انا منعت كل انواع العنف ده. عنف اقتصادي انا مفيش فلوس لو ما عملتيش اللي انا عملته انا هسيب البيت وامشي بالشهر وبالاثنين ما انت ما عندكيش بقى حاجه تصرفي منها او ما عندكيش بديل لي. بس انا عندي حاجه بقى كده وتعقيب صغير. لما نيجي لقيت المراه المراه ليها مسؤوليه ولا لا في هقول لك حاجه كده بتتقال اعتقد يعني 90% لو قعدنا في مشكله بين رجل ومراه ما اتقالتش. هو انت بيضربك هو مد ايده عليكي؟ لا ما مدش ايده عليكي خلاص عيشي. في عمرنا ما سمعناش الجمله دي من 80% 70% من الامهات او من الطرف المسؤول عن الزوجه او من الطرف الكبير للرجل. طب هو مد ايده عليا ضربك ايه يعني؟ ايه يعني اما ضربك مثلا ضربك مره ما ياما البيوت فيها. ما سمعناش الجملة دي قبل كده؟ لا سمعناها في كل المشاكل الاجتماعية اللي بتحصل. ولادنا حاجة ضمنية مقبولة اجتماعيا ومتوافق عليها ضمن كده الثقافة الذكورية كده دي بقى اسمها الثقافة والعادات والتقاليد بتاعتنا كمجتمع شرقي. مش هقول كمجتمع مصري بس لا هي في كل المجتمعات. ده انت بتكتشف ان هو متجوز عليها والام من طرف الزوجة هي اللي بتبدأ تهديها. دي نزوة ده متجوزها دي بقت زيها زي انا بقيت زوجة تانية مثلا يعني كملي عشان ولادك كملي عشان الدنيا تمشي. طب انت هترجعي البيت هنا طب هتخسري حياتك طب اصل الام مش الاب والام مش هيقدروا يصرفوا على البنت دي. طيب فاحنا جينا قلنا يبقى احنا بنشوف ان المسؤولية ايه؟ مسؤولية رجل؟ لا مش مسؤولية رجل مسؤولية مرأة. انت استحملتي انت قبلتي انت وافقتي انت رضيتي اتحملي بقى. نبدا نسمع اتطور بقى الموضوع من ان انا بهينك نفسيا قدام اولادك او قدام اهلك او قدام الاسره او قدام المجتمع او قدام شغلك ليه حولت ده لاهانه جسديه حولت ده لخيانه. يعني انت حضرتك عايزه تقولي هنا يا دكتوره ان انا لو قبلت يا ريت الموضوع هيقف او هيتقدر بالزبط. ان انا سامحت مره لا. ده هيتطور بالظبط هياخد اشكال اعنف. ما احنا ماشيين اهو بمراحل. ما هو العنف الاسري هو مش بيجي يقول لك انا من اول ما جيت النقله اللي بتحصل من الخطوبه للجواز فانا مش من اول حاجه هروح موريكي كل حاجه. لا انا بمشي معاكي مراحل وبمشي معاكي خطوات. بعدها ببدا ان انا اقول ايه بقى ما هي استحملت ده وعدته ارفع مستوى العنف شويه. ما هي عدت ده ارفع مستوى العنف اكتر. ده اذا كان اهلها اصلا ضدها يعني انت اهلك ضدك عيش استحملي ضربني عايزي ده مره ده اتجوز عليا او خني او اي علاقه كده مش مهم كملي. هو انت اول ولا اخر واحده تتمد ايديها عليها؟ هو انت يبقى الاسره ليها دور الداعم والسند اللي بتبقى للمراه ليه دور في ده. طيب المراه مالها مش عشان ما نكونش بقى اللي هو ضد مع المراه ضد الرجل. طب المراه ليها ادوار؟ اه طبعا ليها. احنا عندنا مفهوم غلط هما بيخلطوا بين حريه المراه وقوامه الرجل. لا طبعا الرجل ليه قوامه. يعني انت لما بتيجي تقولي انا خلاص انتقلت بقى من مسؤوليه الاب مش زي ما بنقول بقى ده هو هيفرض رايه عليا ده هو هيخليني شخصيه كذا ده انا لازم اسيطر. لا دي مش القوامه. القوامه ان انا لما باجي اقول بابا انا نازله بابا انا كذا في شخص مسؤول عني. لما بتيجي البنت تدخل مرحله زواج الاحترام انا بحترم والدي بحترم زوجي وعايزه اقول لك وعارف حدودي ايه يعني حدودي التعامل. ومش عيب ان انا اقول ان انا عندي نسبه خوف من بابا. انا بحس ان البنات لما بتقول لك ايه ده هو انت بتخافي اه عادي ايه المشكله ده بابا ما يخاف من بابا. ايه يعني ما يخاف من بابا؟ فيبقى عندك نسبه مش الخوف المرضي اللي احنا عشان ننقل بس ما نخلطش من المفاهيم. لا في قوامه للرجل. فانت لما بتيجي نقول المراه ساعات مستفزه اه ساعات كتير جدا مستفزه. انا عايز اعمل كل حاجه وعايز اعمل اي حاجه من غير ما انت مثلا تقول لي مثلا. هو من ضمن المشاكل والبحوثات اللي احنا قرينا عنها والمشاكل لما يجي مثلا تليفون هيرن ده بجد مشكله وكبرت وصعدت وبدا يمد ايده ودخلت لما الموضوع اتطور للعنف هي دخلت المستشفى مثلا. يعني ان هو ضربها ضرب بس ليه الموبايل رن راحت قلبه مثلا التليفون. هاتي الباسورد. لا مش هديكي الباسورد. هاتي الباسورد. مش هديكي الباسورد. الطبيعي هتقولي ايه؟ انا كرجل بتعملي حاجه غلط خد الباسورد
يعني لو انا قاعده كده عايزي ما تاخد الباسورد، ما بابا ياخد الباسورد، ماما لو جت بالليل. لا احنا هنا كاننا برضو معلش يعني بنقول ان احيانا في اسباب تستدعي ان الرجل يمد ايده. لا هو على فكره ممكن ياخد موقف كتير قوي، ده ممكن يسيبها يعني، هو لو شك فيها وما فيش ثقه ممكن هو انت اكرم للعلاقه. لا انا بتكلم بقى على انت تاخد مواقف كتير كده تثبت. لا ده احنا مش بنتكلم على ناس هاديه او ناس عندها وعي، احنا بنتكلم على لما بيقول لها كده بتبدا هي تغلط، يعني بيبدا المشده من عندها. يعني عايزه تقولي ان احيانا المراه طبعاً بتكون استفزازيه؟ طبعا احيانا المراه على فكره احيانا في بعض الحالات هي اللي بتبدا تمد الايد. بس خلينا نقول ان احنا في البرامج عموما لما بنتكلم على موضوع بنتكلم من خلال ايه الاعم ايه الظاهره اللي مسيطره اكتر. لكن طب انت عارفه مراه ب 30% 30% بنسبه تعرض كل 3 امراه مراه واحده للعنف من ناحيه الاب او الاخ، 35% من ناحيه الزوج، 40% من مجتمعنا الحديث المراه هي اللي بتبتدي حالات العنف، هي اللي بتستفز. دي أبحاث بتقول ان 40% من الحالات المراه هي اللي بتبتدي عنف. يعني ايه؟ يعني بتبدا عنف جسدي يعني؟ مش عنف، بتبدا لفظي زي ما قلنا كده، استفزازي مثلا، شك مثلا، تطور، بس بقى مش بالطريقه اللي احنا بنقول عليها. يعني مثلا حط الباسورد، ده مش هديك الباسورد، طب ما تديني انت كمان الباسورد، طب والله ما انت واخده، طب كذا، ده انا عايشه مثلا صبره معاك، ده انا، وتبدا تقول تعدي كلام. هو ما بيردش، فالطبيعي نسبه انفعاله بتبقى اقل، فالطبيعي بيروح مادد ايده عليها فهي بترد الضرب ده، فبيبقى الموضوع اتطور. بس مين بدأ المشكلة؟ المرأة. والله هو المفروض ان في حدود المرأة بتضعها من الاول. بالظبط. احنا بنقول لما علاقة بتستمر بنقول ان لازم يكون في احترام متبادل. الاحترام هنا هي اللي بترسي قواعده. المرأة انها تقبل ايه وما تقبلش ايه؟ ايا كانت النتيجه مفيش مبرر يخليها تقبل ابدا العنف عليها. بالظبط كده. المراه استفزازيه، المراه عملت، المراه سوت، برضو ده مش مبرر. لا بس مش مبرر ان هو يمد ايده عليها، ده في ممنوع تماما. احنا لما بنيجي نقول ضغوطات المراه، هو ضغوطاته بتبقى في الشغل بس، ضغوطات المراه بتبقى اكتر. ضغوطات المراه بتبقى لو في شغل، بجانب اطفال، بجانب لو بتراعي ام والدتها او والده او الطرفين من الاسره، فهي عليها ضغوطات يعني اكتر منه بمراحل. فانت لما بتيجي تقول انا راجع من الشغل تعبان، انا، طب هي كمان عندها ضغوطات كبيره جدا. يعني هي كمان عندها ضغوطات. ودلوقتي معظم النساء هم كمان بيشتغلوا، ما ده اللي انا بقوله، شغلها اعباء البيت الاسره والبيت، غير لو هي بتساعد والده او والدتها، يعني الطرف من الاسره، ان هي مثلا حد كبير في السن فهي بتروح تراعيه بجانب اولادها، فطبيعي عليها ضغوطات اكتر، عليها هي مسؤوليات اكتر. بس الفكره ان انا بقول ان المراه، انت اللي بتقولي، انت اللي بتحطي انا هقبل اكمل ولا لا. انا لو اتضربت، لو انا اتغلط فيا مره، بصي خلينا نقول ان كل الغلط واحد، لما بيغلط فيكي اول مره وانت عديتي الغلط ده، هو الغلط ده هيتطور بعد كده لغلط اكبر. بدل ما كان بيغلط فيكي حتى بينكم وبين بعض، مش شرط حد موجود، ما تسمحيلوش ان هو هيتطور للاسوء لقدام الناس كمان. خلينا نقول بقى تاثيره على الولاد. احنا كده بندي رساله غير مباشره، واحنا بنربي ولادنا كده مفاهيم كتيره جدا. يعني حتى نظرتهم للحياه وللزواج حتى كل حاجه. طبعا انت عارفه ان الطفل من اول سنه لحد 13 سنه انت بترسمي عليه كل حاجه هيعملها في المستقبل، هيعمل ايه لما يكبر، هيعمل ايه لما يبقى شاب، هيعمل ايه لما يعدي، هيعمل ايه، كل ده انت بترسميها وبتطلعي طفل كده. فانت لما بتيجي اول حاجه هو بيفقد امانه وثقه، هو ما عادش عنده ثقه ولا في الطرف الاخر. ما انت عندك القدوه بتاعه الام والاب، فانت ما عادش عنده ثقه. تاني حاجه في الاخرين، ممكن يضربني، هو مش فاهم المشكله على ايه، هو طفل، هو بيتضرب، انت، هو شايف اتنين بيضربوا بعض، فهو مفيش امان وثقه. العنف شيء عادي، هيمارس العنف بالظبط، يعني هو هيمارسه بقى على زمايله وعلى اخواته البنات، وبعد كده على زوجته، كل ما يكبر على زوجته بقى، يعني في كل المراحل. يبقى انت بتعملي اعاده دوره تاني ليه، ان العنف ده هيتكرر تاني بصوره تانيه بشكل تاني، بس مع طفلك بقى، بس ايه، هيمارسه عشان هو شايف ده بيقلدك. تالت بعد كده ايه اللي بيحصل عنده؟ بيحصل عنده امراض ايه، الامراض المزمنه ما شاء الله اللي بقت منتشره جدا، لا الام ولا الاب عندهم. الثعلبه بقت منتشره جدا، السكر بقى منتشر جدا. عايزه اقول لك ان الصدمه والواحد الثعلبه عند الاطفال بقت منتشره جدا 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 جدا. عايزه اقول لحضرتك ان دلوقتي الطفل
اما بتاثر وبيفضل يعمل يضغط على نفسه ويضغط على نفسه وتروحي للدكتور، الدكتور اول حاجه بيقولها انتوا في مشاكل في البيت، ده السكر، تقول لك انا ولا الاب ولا الام مريض سكر. طب الطفل مريض سكر ازاي؟ طب عنده ضغوطات نفسيه، يا الاب والام بيبقوا منفصلين، يا هو عايش في بيئه تقول لك اصلا عندي مشاكل كتيره جدا. طيب ايه كمان؟ الضغط الاطفال بقى عندها ضغط مرتفع، الطفل بقى عنده 8 سنين و9 سنين ويروح يقول لك الدكتور يشخصه ده ضغطه مرتفع، ده لازم كذا كذا كذا، ده كله بيكون ترجعي تلاقي ان في مشاكل في الاسره. يعني انت بتجيب له فقدان ثقه، بتجيب له هيقلدك وهيعمل نفس العنف ده تاني، بتخلي عنده امراض، بتخلي له عنده امراض، بتخلي عنده حاله من الرهاب الاجتماعي ان انا مش عايزه اتعامل مع حد، انا خايف من كل الناس اللي حواليا. ولما بيكبر يقول لك ده الشخص ده يا مهايبر قوي، يعني مش عايز ياخد اي حاجه جد في حياته، يعني عايش في عالم منعزل كده كوسيله للدفاع عن النفس، بهرب من العالم، يا اما بيكتئب بالظبط كده، يا اما بيخلي نفسه في حاله لا مبالاه، نشوه من غير اي حاجه ولا شعور. هو مش عايز يدخل في مجادله مع حد، فبيضحك وبيهزر على طول، بس هو جواه يقول لك عارفه الاطفال اللي بتقعد تلاقيها حاطه ايديها في بقها، تلاقيها مثلا نايمه نومه معينه، تلاقيها قاعده مع نفسها منعزله. العابهم الجيم اللي بيبداوا يلعبوه بيجيبوا العاب بعنف، انت اما بتلاحظيه او بتقعدي تلاحظي الطفل كل الالعاب اللي بيجيبوه بجد العاب عنف، ما اعرفش بابجي ايه، حرب ده كذا ايه ده ايه ده ايه ده ايه، كل دي عنف. طب نتيجه ايه؟ ان القدوه بتاعتي الام والاب هم مارسوا العنف، فطبيعي انعكس على اولادكم. طب هينعكس على اللي في الشغل؟ هينعكس على اللي في الشغل. أيوة. انت ممكن تلاقي حد مديره يروح داخل خابط صاحبه ما اعرفش بايه، والموقف ما كانش يستاهل جدا، فتستعيد الموقف بطريقه غير مبرره. يعني ممكن اكون انا بكلم اختي بس انا عندي مشاكل في البيت عندي، فهي انا مش متحمله الكلام معاها، فبندردش دردشه عاديه جدا، طب خلاص طب 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 صعد 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 الموضوع، اقطع العلاقات. وده بجد بسبب ان هي عندها ضغوطات تانية في اسرتها ومشاكل مع زوجها، بتاثر على الحياه عموما وعلاقاتنا عموما باقرب الناس لينا، دايره علاقاتنا بقى الضيقه او الواسعه، العمل او الشخصيه، بتاثر على ولادنا، بتاثر على كل بتطلعي طفل متنمر. يعني ايه اصل التنمر؟ ايه يعني ده يعني في الاديان ان هو انت بتخرجي اللي هو ايه، قوم بيسخروا من قوم، فانت بتطلعي، ما بنقولش ان احنا كذا، لا ده انت بتطلعي طفل متنمر كمان. ما هو لما شوف الاب كل حاجه هو بيبدا يتريق على الام قدامه، بصي شكلك عامل ازاي، بصي دي عامله ازاي، دي طويله، دي ما هو ده التنمر اللي احنا بنقول عليه. فانتي يعني يا دكتوره هبه، احنا في الاخر بنرجع لامر الاوامر وللنصائح الجميله، الموده والرحمه والاحترام، وان انا اكون شخصيه محترمه ايا كان اللي قدامي، انا بفرض عليه الاحترام، انا اللي برسي قواعد العلاقه وباصر عليها، ولو فشلت لازم اخد موقف، بس مفيش اي مبرر للعنف من الطرفين، واي نوع من انواع العنف، لان الغرض من العلاقه دي هو انشاء مودة اسره سوية. صحيه سويه وابناء اسوياء، يا اما يعني طيب بلاش العلاقه. لو جينا قلنا ان احنا للاسف هنقف عند كده، يعني يمكن اشرنا الموضوع وهو ليه لسه تفاصيل كتيره قوي، بس ممكن نستكملها في اللقاءات بعد كده. بشكرك دكتوره هبه علي، باحث في علم الاجتماع، شكرا ليكي. بكده لقائي انتهى، وبعد الفاصل ابدا لقائي الثاني معاك.